خلاها علوم الثنا مرتد خلف بن سلطان بن حمدان أبو سلطان وخليفة يد الحضرة تهبه وقدر وشان يكفيها ما المجد وشرف وسده سلالته لابته للهيال أصله على درب اليميل حده فيه معانا وقدر العرفان بهبته وعزم وغزارة سده يشبه يدوده زايد وحمدان ويزهي به الموقف وهو من قده يكرمه للهجر في الميدان يحضر ويسلم رموز عده نيابة عن والده سلطان الرمز يلي يقبضه ويمده يستلمه الفايز وهو فرحان خليفه بفعل اليماله وده شيخ انت ربى فيك انا بشيخان ابوهك الخبر يميل يرده سلطان فعل يرجح الميزان يا كم اظن يا نرتوى من عد يكرم ويعطي ويفعل الإحسان شعلت نشاط الركض جزل المدة كرت جهود الخدمة الهجان وابن خليفة على هواية حدة يهوى الهجن ومنافس الفرسان صقار الطيرة عالشرود يهده وبالدور بين يثبت النشان شيخ لها علوم الثنا مرتد خليفة بن سلطان بن حمدان أبو سلطان وخليفة يد الحضرة تهبه وقدر وشان يكفيه ما المجد وشرف وسده سلالته لابته للهيال أصله على درب اليميل حده فيه معانا وقدر عزم وغزارة سده يشبه يدوده زايد وحمدان ويزهي به الموقف وهو من قده يكرمه للهجر في الميدان يحضر ويسلم رموز عده نيابة عن والده سلطان الرمز يلي يقبضه ويمده يستلمه الفايز وهو فرحان خليفه بفعل اليماله وده شيخ انت ربى فيك انا بشيخان ابوهك الخبر يميل يرده سلطان فعل يرجح الميزان يا كم اظن يا نرتوى من عده يكرم ويعطي ويفعل الاحسان شعلت نشاط الركض جزل المده كرت جهود الخدمة الهجان وابن خليفة على هواية حده يهوى الهجن ومنافس الفرسان صقار الطيرة عالشرود يهده وبالدور